سامية رشدي فنانة الزمن الجميل، صاحبة أدوار الشر لسنوات عديدة، وقد نجحت فيها باقتدار حتى استطاعت أن تحجز لها مكانة متميزة وسط جيل العمالقة في ذلك الوقت. الكثير يعرف أدوارها جيدا دون أن يعرف أي شيء عن حياتها الشخصية، وهذا ما سنقوم به اليوم من خلال التقرير التالي، وسنتحدث عن الفنانة الراحلة سامية رشدي من بدايتها حتى النهاية، كما سنتطرق إلى حياتها الشخصية جدا، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسى عمل إعجاب للفيديو. سامية رشدي فنانة يتذكرها المشاهدين في أداء دور الأم القاسية والحماسة سليطة اللسان. ولدت في 11 من نوفمبر عام 1916، وبدأت حياتها كمطربة عام 1941، حيث شاركت بغناء أوبريت شهرزاد، ثم انتقلت للمسرح، وكانت أول مسرحية تشارك فيها مسرحية أم رتيبة. من الممثلات التي يؤدين الأدوار الثانوية، حيث كانت تؤدي أدوارها على سيجتها، لم تكن تتصنع بل كانت تغلف أدوارها بالأداء الطبيعي فتجعل المتابع لا يعاني من الملل. كان أول مشاركة لها في السينما فيلم حنان عام 1944، لتتوالى أعمالها بعد ذلك، وكان أشهرها فيلم من قلب للقلب في دور السيدة التي تريد تزويج ابنتها لثري، وسر تقية الإخفاء في دور حماة عصفور القاسية، وبداية ونهاية في دور الجارة الطيبة، وأنا وبناتي في دور أم العريس الدميم، وغصن الزيتون في دور الأم الناقمة على زوج ابنتها الغيور، وعز الحبايب في دور الأم الرافضة لخطيب ابنتها المتهم في قضية مخدرات، وفيلم ألمظ وعبد الحمولي في دور المطربة الحاقدة، وفيلم رابع العدوية في دور تاجرة الرقيق، والبنات والصيف في دور الأم التي ربت ابنتها بالشدة، وفيلم خان الخليلي في دور الأم التي تخشى على ابنتها من مرض خطيبها المعدي، وغيرها، حيث بلغت أفلامها أكثر من 60 فيلما. شاركت في 15 مسرحية، منها يا عالم نفسي أتسجن، والعبيط، وعيلة سي جمعة. تزوجت من الفنان علي رشدي الذي ينسب لقبها له، وأنجبت ابنة واحدة، وفي أقاويل أخرى أنها أنجبت ابنتين. توفيت في 10 من مايو سنة 1974 عن عمر يناهي 58 عاما. عزيزي المشاهد، هل كنت تعلم أن الفنانة سامية رشدي أنها مطربة في الأصل قبل أن تصبح ممثلة؟